رجل كانت أمه منومة في مستشفى في العناية المركزة، وفي مكيف فوق يقطر ماء، فالقطة تفتح فمها تتلقى النقطة وتحطها في فم واحد من أولادها، ثم ترجع يقول شفت المنظر، يقول نزلت واشتريت علبة ما هو صحة من ذيك الجوالين ومريالين، وأخذت سكين من عند الرجال وقطعتها وإني أجي وإني أعطيها. يقولوا أقبلت تشرب القطة والعيالها يشربون، ومشيت. أمي وين الوالدة؟ يقول أحسب أنها ماتت. قالوا هذه من فضل الله، من قبل شوية الله رد لها عافيتها وخرجناها في مكان ثاني يعني أخف في سريرها. يقول رحت فرحت ما دريت أنا. يقول جيت عند الوالدة وإذا بقى جالسة مثل ما أعرفها متعافية ما فيها أي مرض. تقول يا قربت السلام عليكم، الله يجزاك خير يا ولدي، الله يوفقك يا ولدي. قلت إيش يا أمي؟ قالت القطة اللي أعطيتها الماء، القطة التي أسقيتها الماء هي وعيالها. تقول والله أني في غيبوبة وإني أشوفك كأنني معك، وما إن أعطيتها إلا أعطاني الله العافية.